انت؟ مالك؟ شو اخبارك؟ ما شاء الله خلصتي وصحصحتي على طول؟ اي كيف شكرا. عفوا، امورك طيبة ان شاء الله. والله ما حسيت بشيء. الحمد لله. تقول وين الدكتور؟ بشكره. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ما طولت ساعة وربع. كيف الأوضاع؟ كل شيء تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. الله يتمم بها. آمين يا رب. يلا شوف في العيادة بكرة مرت إن شاء الله بالعيادة. إيه. لو حابة تقدر تطلع بكرة عادي. الليلة؟ تقدر تطلع الليلة. أنا أبي أطلع يوم أتمشى. الله يستر عليك، تطلعين براحتك. إيه. هي في إجازة الحين تبغى تستمتع فيها. عادي. على المرض كلها تقدر تروح البيت ان شاء الله. صح؟ يعطيك العافية، شكرا دكتور. اطلع وين اطلع؟ اطلع كافي. اطلع نتعشى. نتعشى في كرم بيروت، مو قلنا بنروح له. وشو؟ كرم بيروت. تبينه؟ مو بقلنا بنروح لحنا إلا إن شاء الله. أي برا ما رحنا إلا إن شاء الله. اليوم بنروح له إن شاء الله. إيه نبغى ملوخية. مشتهية ملوخية؟ شهد وأختها وذا دارين الناس داخل المستشفى؟ أحليهم ناديهم.